السلام عليكم، أنا الممثل محمود بن شمسان، بطل من أبطال فيلم كبريت، لي تجارب سابقة في عالم الأفلام القصيرة، لكن هذه أول تجربة لي في عالم السينما الإماراتية. دوري في الفيلم هو سلطان، ويتمحور حول شخصيتين، الشخصية الأولى ضعيفة نوعاً ما، والشخصية الثانية قوية وغامضة، وهذا الشيء شكل لي تحدي كبير بالنسبة لي كممثل. طبعاً التجربة كانت جداً جميلة وتعلمت منها الكثير مع نخبة من الفنانين والممثلين الكبار وطاقم العمل الأكثر من رائع، وأتمنى أن الفيلم ينال إعجابكم واستحسانكم. ما بقولكم تفاصيل أكثر، تبون تعرفون؟ تابعونا في فيلم كبريت.